اسمي مريم أخياط، عمري 10 سنوات، كندرس مدرسة الخنساء. كنفتخر بالمدرسة ديالي وكنقول لي عيد ميلاد سعيد عند مولاي الحسن. والختام تاع هذا كنقول كنشكر أستاذ تاع الموسيقى رشيد، حيت راه عطاني هاد الفرصة أنني نحقق هاد الحاجة اللي كنتمنى بزاف. عزيز عليا الموسيقى، كنغني في الدار، هاد الفرصة اللي عجبتني بزاف وبغيت ندخل فيها. وسلام. انا سميتي بسمه قميح وانا فرحانه بزاف حيت هنا كاينه، فرحانه بزاف وشاركت في هذه الموسيقى بانني كنعبر على اعتزازي وافتخاري بمدرستي. رشيد الغدغيلي، استاذ ماده التربيه الموسيقيه، رئيس نادي ازهار الاندلس. بمناسبه ذكرى 18 لميلاد صاحب سمو الملكي الامير مولاي الحسن، ارتأت المجموعه الصوتيه ازهار الاندلس لمدارس مدرسه الخنساء الابتدائيه التابعه للمدير الاقليمي سيدي البرنوصي، مشاركه فرحه جلاله الملك محمد السادس حفظه الله والاسره العلويه بإهداء أغنية جديدة تحت عنوان مولاي الحسن يزهرك العيان. كلمات الأستاذ عبد الكريم الرزقي، ألحان عبد ربي الأستاذ رشيد الغدغيلي. ولهذه المناسبة الجليلة والغالية على قلوب كل المغاربة، نرفع أكف الضرعة لله تعالى أن يحفظ ملكنا وأن يقر عيناه بصاحب سمو الملك الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة لالة خديجة والأسرة العلوية قاطبة. شكرا. حسن اسماعيلي، المكلف بالتدين المديريه التقليميه سيد البرنوص. يعني اليوم بمناسبه ديال مناسبه عيد ميلاد صاحب السمو الملك صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، قدموا الوليدات ديال مؤسسه الخنساء اغنيه كهديه ليه بهذه المناسبه هذه. وكنتمناو ان تلقى الاعجاب ديالكم، وان كان واحد العمل فمدة قصيرة ولكن كتلاحظوا أنه كان جيد، وكذلك هذه في إطار تنزيل المشاريع ديال تنزيل القانون الإطار. Gracias.
شكرا.